أول مسرحية إنها مسرحية كوفيد جامعي اللي بتناقش المشاكل والصعاب اللي بتواجه الطلاب بالجامعات. بعد منها كانت مسرحية كرسي مع وقف التنفيذ واللي بتتحدث عن بغيان الحكام وعن تمسكهم بالكرسي وعن قمعهم للشعوب في سبيل الحفاظ على الكرسي اللي هم قاعدين عليه. بعد منها مسرحية شتات عائلي. نواجه مشاكل باللوجستيات، تأمين المواد اللوجستية. مثلا كل عمل في له لباسه الخاص، في تزيين المسرح لهيك، فهالأمور هاي يصعب يعني تأمينها. ممكن مثلا مسرحية تتطلب مني حصرا لباس تاريخي مثلا. معظم الشباب اللي موجودين معنا هن بيحبوا المسرح، هواة للمسرح، وطبعا اكتسبنا خبرات من المخرج اللي معنا وعملنا تدريب اعداد ممثل. يعني حاليا عم نحضر العاد مسرحي جديد بعنوان ماذا لو، يتكلم عن المعاناة بشكل عام، معاناة الشباب، قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، وإن شاء الله نحقق نحن هدفنا من هذه المسرحية.